مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. موضوع حلقة اليوم هو إنجيل مرقس، والعنوان هو إنجيل مرقس تحت المجهر. إنجيل مرقس تحت المجهر. لكن قبل ما أتناول هذا الموضوع ونقضي فيه وقت الحلقة بتاعتنا، أنا دايماً بحرص على متابعة تعليقات حضرتكم على الحلقات بتاعتنا، ولو في تعليق بيستحق إن احنا يعني نتكلم عنه أنا بحب إن أنا أطبعه وأجيبه معايا، فاسمحوا لي بس في عجالة يعني في كام دقيقة كده أذكر لحضراتكم تعليق وصلني تحت حلقة الأسبوع اللي فات اللي كانت بعنوان هل قصة موسى وبالأخص ميلاد موسى ووضعه في باسكت أو في صفت وحطه في النهر، هل هذه القصة مأخوذة من قصة سرجون العظيم اللي هو كان قبل موسى بحوالي 700 سنة؟ وكلمنا في الحلقة بتفاصيل كثيرة لا أحتاج أن أنا يعني أذكرها تاني أو أعيدها، لكن هذا التعليق مهم وأنا حابب أنه يعني أشارك حضراتكم به. بيقول صاحب التعليق: أنا للأسف بيجي لما ببص على العناوين وكده أو على التعليقات دايما بيحط يا إما الاسم المستخدم في الإيميل بتاع الشخص، فما بعرفش الاسم بتاعه إيه، لكنه هو أكيد لو بيتابعنا هو أكيد عارف عن شخصه. بيقول دكتور القس أشرف عزمي إن كل علماء الآثار، وبيجمع هنا في مشكلة كبيرة، إن كل علماء الآثار إن كان علماء الآثار كمان اليهود لم يجدوا أي أثر لموسى. كل علماء الآثار وعلماء اليهود لم يجدوا أي أثر لموسى ولا لليهود في مصر، وهم الأولى بموسى، فلماذا تدافع أنت عن موسى؟ أدافع عن موسى لأنه جزء من إيماني المسيحي هو إيماني بخروج شعب إسرائيل وبرجل الله موسى، كويس؟ فالتوراة اليهودية جزء من الكتاب المقدس ولم تنفصل يوما من الأيام عن الكتاب المقدس، إلا أنه يعني طبعا في نقاش كبير، لكن أوعد حضرتك أني أو حضرتك اللي كاتبة أني هاخد حلقة عن براهين وجود شعب إسرائيل في مصر، كويس، والأدلة التاريخية اللي بتأكد لينا عن وجودهم. واللي عايز يقرأ عن الموضوع ده في كتاب جميل جدا أنا بتذكره لكاتب أستاذ في جامعة أكسفورد، وغالبا الكتاب منشور أيضا نشره دار النشر أكسفورد بريس. الكتاب تحت عنوان Evidence of Israel in Egypt أو Israel in Egypt، كويس، إسرائيل في مصر، واللي كاتبه هو العالم المعروف جيمس هوفماير، كويس. لكن هرجع إلى التعليق: لماذا لا تخبرنا كيف أن المسيحيين لما أوكي نطلع فاصل وهرجع مع حضراتكم أكمل قراية النص ده لأنه مهم. We'll be right back.
نرجع بنعتذر لحضراتكم عن العطل الفني ده، لكن ارجع اكمل قراية التعليق على حلقة الاسبوع اللي فات. لماذا لا تخبرنا كيف ان المسيحيين لم يعترفوا لفترة طويلة بالتوراة؟ انا عارف مش عارف المعلومات دي جابها منين. امتى المسيحيين لم يعترفوا بالتوراة؟ ده الرب يسوع نفسه الكتاب اللي كان بيستخدمه في حياته، وفي ايضا اشارة ليه وفي نقاشاته الكثيرة، وانا عملت حلقة خاصة عن الموضوع ده، هو العهد القديم. والعهد القديم هو كان كتاب الكنيسة الأولى. لم يتوقف أبدا إيمان المسيحيين الأوائل بالعهد القديم، ولم يأتي ضم العهد القديم إلى العهد الجديد بقرار بابوي أبدا، ولا بقرار مجمعي حتى. أنا معرفش بتجيبوا المعلومات دي منين. وفي زمن أي بابا روما تم إضافة العهد القديم إلى العهد الجديد؟ قول لي أنت في زمن أي بابا روما. الدين البراهين اللي عندك والأدلة. أنا ما عنديش براهين ولا أدلة، لأنه عمر انضمام العهد القديم مع العهد الجديد كان بقرار كنسي أو كان بقرار شخص. ده تدريجيا من أول ما بدأت الكنيسة وكان يواظبون على تعليم الرسل المؤسسة على العهد القديم. يكفي أنك تقرأ الأناجيل وتقرأ رسائل بولس وتقرأ العهد الجديد وتعرف انه كمية الاقتباسات اللي بيقتبسها الرب يسوع او تلاميذ المسيح في نقاشهم وفي كتاباتهم يعني الى اخر هذا الموضوع. فان شاء الله ناخد حلقة عن الخروج وعن موسى في مصر، ولا ما كانش موسى في مصر، ولا قصة موسى قصة اخترعها العقل اليهودي لما تطور مع الزمن وعرف الكتابة والقراية وقرا عن أشخاص فألفوا التوراة. طيب أرجع إلى موضوعنا المهم وهو موضوع الحلقة اليوم، وهو عن إنجيل مرقس. إنجيل مرقس تحت المجهر. كويس. إنجيل مرقس قبل ما نبدأ نتكلم عنه حابب أقرأ لحضراتكم خلفية بسيطة لما كان موجود أيام الرب يسوع وأيام كتابة الأناجيل. كويس. هذه الخلفية بنقرأ عنها في نقوش، في نقش يعود لسنة 9 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد الرب يسوع. كويس. هذا النقش هو تمجيد للإمبراطور أغسطين أغسطس. كويس. واللي هو ملك من سنة 30 قبل الميلاد إلى سنة 14 ميلادية، ملك 44 سنة. كويس. هذا النقش في تمجيد وتعظيم لهذا الإمبراطور، فبيقول إيه؟ مكتوب أن العناية وهبت لنا أغسطس أو أغسطس. كويس. الذي ملأته بالفضائل لخدمة الإنسانية، أرسلته كمخلص. وكلمة مخلص هنا مهمة جدا لأنها هتبقى الكلمة الأساسية في العهد الجديد أيضا. أرسلته كمخلص لنا ولأولادنا القيصر، بظهوره فاق كل توقعاتنا وتفوق على كل من أتوا قبله. ميلاد الإله أغسطس أو أغسطس كان بداية الأخبار السارة، وكلمة الأخبار السارة هي كلمة إيوانجيليون الإنجيل. ميلاده كان بداية الأخبار السارة للعالم الذي أتى إلي لأجله. إنجيل مرقس بيبدأ بإيه؟ خلوا بالكم هنا العبارة فيها بداية. كويس. وإنجيل وده بيشير إلى القيصر اللي كان جزء مهم جدا في العبادة القديمة. إنجيل مرقس بيقول لنا مفيش حد مخلص ومفيش حد عنده أخبار سارة إلا شخص المسيح.
فعشان كده بيبدا بيقول بدء انجيل، بدء انجيل، بدء الاخبار الساره المتعلقه بيسوع المسيح الذي هو ابن الله. وابن الله يعني مساوي لله، من نفس طبيعة الله، نفس الجوهر، معادلا لله، أنا والآب واحد. ده المعنى، وليس معناه تولد أو تناسل جسدي. فبدء الأخبار السارة المتعلقة بشخص يسوع المسيح الذي هو ابن الله المتجسد. ده بداية إنجيل مرقس. إنجيل مرقس هو ضرب بكل المعتقدات الرومانية القديمة، وكأنه إعلان مسيحي يؤكد أن المسيح هو وحده المخلص، المسيح وحده هو ابن الله، المسيح وحده هو بداية حياته وبداية خدمته، هي الأخبار السارة. مش كده؟ مهم جدا ان احنا نفهم الخلفية اللي بيكلم منها هنا مرقس. ولو قلنا ان مرقس بيكتب وكتب انجيله في روما، وكأنه مرقس بيقول انه نحن لا نعبد لا قيصر ولا اي امبراطور ولا اي آلهة العالم او الامم، نحن نعبد يسوع المسيح ابن الله الذي هو وحياته وعمله يعتبر بالنسبة لنا الأخبار السارة. كويس؟ طيب، إنجيل مرقس، إيه اللي بنعرفه عن إنجيل مرقس؟ أي واحد فينا عارف إنه إنجيل مرقس يعتبر أكثر الأناجيل الأربعة، هو الإنجيل الأقل من حيث الحجم. وأنا حطيت قدام حضراتكم عدد كلمات كل إنجيل. يعني إنجيل لوقا 19482 كلمة، إنجيل متى 18346 كلمة، إنجيل يوحنا 15634 كلمة، إنجيل مرقس 11304 كلمة. يعني إنجيل لوقا تقريبا يعتبر ضعف إنجيل مرقس من حيث الحجم، او انجيل مرقس يعتبر مثلا حوالي 60% من الحجم بتاع انجيل لوقا. عشان كده انجيل مرقس يعتبر اكثر الاناجيل، اكثر الاناجيل. دي اول حاجه لما بنعرفها بنقرا انجيل مرقس بنكتشفها. لكن كمان يعتبر انجيل مرقس بيسموه التحفه الفنيه، ماستر بيس، عمل فني. اللي يقرا انجيل مرقس ويدرسه صح يعرف انه انجيل مرقس فعلا على بعضه هو قصه متكامله، قصه متكامله. هذه القصه يعني كانك ممكن تقراها او ممكن تقولها لمجموعه قاعده في قاعده واحده في اجتماع واحد، ممكن تقول كل انجيل مرقس تقراه لكل الجروب، وكل المجموعه تبقى قاعده مشدوده لانه بياخدك بسرعه. عشان كده الحركه فيه، او هو انجيل الاكشن، انجيل العمل. مرقس انجيل مليان بالاكشن، مليان بالاكشن. وعشان كده حتى العلماء لما بيدرسوا الموضوع ده يقولك انه انجيل مرقس كلمه وللوقت، يعني immediately، اوكي، للوقت، ذكرت اكثر من 42 مره في انجيل مرقس. انا كنت قلت اقرا انجيل مرقس ثاني واشوف فعلا عدد المرات اللي ذكرت فيها كلمه وللوقت، ولم اقرا الا يعني اصحاح واحد وادركت انه دي فعلا حقيقه، دي فعلا حقيقة. يعني لما نيجي الأصحاح واحد من إنجيل مرقس،
حوالي 6 مرات بيذكر لينا للوقت. كويس؟ في عدد 10 يقول وللوقت وهو صاعد من الماء. في عدد 12 بيقول وللوقت أخرجه الروح إلى البرية. immediately يعني في نفس الزمن. الأكشنز. كويس؟ في عدد 18 يقول فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. في عدد 29 يقول ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان. وعدد 30 يقول فللوقت أخبروه عنها. وفي عدد 42 نقرأ أيضا فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. للوقت ده مجرد أول أصحاح 6 مرات. كأنه مرقس وهو بيكتب عايز يخدني في عارفين لما تتفرجوا على أفلام الأكشنز وتشوفوا الأعمال أو الأفعال وراء بعض وتراكمها بالضبط كده مرقس بيعمل في إنجيل. كمان اللغة بتاعت مرقس ليست لغة معقدة، لغة بسيطة. يعني لما نقارنها بأسلوب مثلا لوقا في الكتابة نجد انه لا مرقس كانه بيكتب ببساطه، مش بيكتب غلط، لا بيكتب باللغه زي ما احنا بنسميها النهارده لغه الجرايد. لغه الجرايد مش هي اللغه العربيه الفصحى، لغه الجرايد هي لغه صحيحه لكنها لغه العامه. كويس؟ كان بيكتب بنفس الاسلوب. وعشان كده إنجيل مرقس قصة متكاملة. هذه القصة لها بداية وليها نهاية. بدايتها مع خدمة يسوع المسيح العلنية ونهايتها مع قيامة الرب يسوع من بين الأموات. وقال كل ده في 11,000 كلمة و304. كل إنجيل مرقس يعني ممكن نص ساعة، ساعة لربع لو انت عايز تقرأ الانجيل كله بتمعن شوية ممكن تخلصه. الكلمة اللي بدأ بيها مرقس هنا بدء انجيل يسوع المسيح. طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هيطلع لي واحد شاطر يقول لي اهو ده بيقول إنجيل يسوع المسيح، فأكيد هناك إنجيل نزل على يسوع المسيح والإنجيل ده مش موجود. زي ما دايما الغالبية من الإخوة المسلمين بيفكروا بنفس الطريقة. الكلمة اليونانية إيوانجليون المترجمة إنجيل تعني خبر سار، بدء الخبر السار، البشارة، اللي هي بتترجم ايضا للانجليزيه جاسبل. كويس؟ جاسبل التي تعني قصه الله او القصص الساره المفرحه. والحقيقه دي نشكر ربنا انها وصلت لبعض المسلمين. يعني بعض المسلمين بداوا يشوفوا ده المعنى لكلمه انجيل. ممكن يبقى عنده برضو الاعتقاد ان هناك انجيل نزل على المسيح وضاع، لكن على الاقل ممكن يتفق معانا في انه الكلمة هنا تعني خبر صار. عشان كده نسمع الفيديو ده يعتبر يعني نوصل الى المفهوم الصح، بس اتمنى ان يكون دايما المفهوم الصح هو السائد في كلامه. نسمع مع بعض. كلمة الإنجيل أو الأناجيل. أيوة. البشاير، الأخبار المفرحة، الأخبار الطيبة، حاجة تسعد يعني وتفتح النفس. أيوة، هي فعلا حاجة تسعد وتفتح النفس، مع أنه بيقولها بطريقة، بس هي فعلا حاجة تسعد وتفرح النفس. مين فينا ما ينبسطش أنه يسمع خبر صار؟ مين فينا ما ينبسطش أنه يعرف أنه ديونك اتسددت؟ مين فينا ما ينبسطش انه يعرف انه خطاياك غفرت؟ مين فينا ما ينبسطش انه يعرف انه في المسيح يسوع صار لنا قبول وصار لنا حياه ابديه؟ مين فينا ما ينبسطش؟ هو ده الخبر السار. كويس؟ فالخبر السار او الانجيل اذا هو الخبر السار او البشاره المفرحه عن يسوع.
الإنجيل نفسه هو أساسه جوهره هو شخص المسيح، فهي بشارة مفرحة عن يسوع المسيح وحياته وعمله الفدائي. لخصها لنا بولس في كورنثوس أن المسيح مات ودفن وأن المسيح قام وظهر. ده الإنجيل، ده مضمونه، ده محتواه. إنه بشارة مفرحة لأنه يؤكد أن الإنسان الخاطئ والهالك يمكن أن يكون له نصيب في ملكوت السماوات بالإيمان بالمسيح يسوع. ده البشارة المفرحة. وأتمنى إنه هذه البشارة تفرح قلبك زي ما بتفرح قلوب الملايين، وإن تكون لحياتك زي ما هي لحياة ملايين، أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياه. طيب أجي إلى جزء آخر، مين هو مرقس؟ بس قبل ما أتكلم عن مين هو مرقس خليني أتكلم عن أنه موضوع الإنجيل نفسه، موضوع إنجيل مرقس هو يسوع الخادم، يسوع الخادم الذي أتى ليخدم وليسدد احتياجات الإنسان، أتى لكي ما يقدم نفسه فدية عن كثيرين. وده هنشوفه فيما بعد أنه إنجيل مرقس منقسم إلى القسمين دول الأساسيين، الخدمة والفداء. كويس؟ عشان كده يسوع هو خادم للجموع المحتاجة، لكن عندما عند اقتراب موعد موته يركز المسيح على تعليم تلاميذه ويتحدث معهم عن إرساليته وخدمته للعالم. 40% من مضمون إنجيل مرقس بتتكلم عن الأسبوع الأخير في حياة المسيح، 40% من محتواه، مع أنه إنجيل صغير لكنه 40% من محتواه بيتكلم عن الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع، أو زي ما احنا بنسميه الأسبوع الألام، أسبوع الألام. طيب مين هو الكاتب لإنجيل مرقس؟ كويس، وده سؤال مهم. دايما نسمع أنه الأناجيل لا نعرف من كاتبها. هو رافض يعترف بأنه مرقس هو الكاتب، مع أنه عنده أدلة قريبة جدا لزمن مرقس ولزمن كتابة الأناجيل، لكنه هو دايما بيرفض. هو عايز يبقى مكتوب كده على الإنجيل النسخة الأصلية إنجيل مرقس، أو الإنجيل يبدأ أنا مرقس كاتب هذا الإنجيل. هو طبعا مكتوب فيما بعد أنه بحسب مرقس كاتا ماركيون أو كاتا ماثيون، لكن الـ 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 النص نفسه لا يتحدث فيه الكاتب عن نفسه انه هو الكاتب، غير رسائل بولس لما يقول بولس عبد يسوع المسيح الى كذا وكذا. الانجيل الاربعة ما فيهاش هذا الموضوع لانه تختلف عن الرسائل. كويس، لكن مين هو كاتب انجيل مرقس؟ نسمع رأي اخونا في كاتب الانجيل وبعدين نرجع نعلق عليه. طيب نعرف ايه بقى عن انجيل مرقس ومين اللي كتب انجيل مرقس وهكذا؟ أيوة. الايمان التقليدي بيقول ان مرقس ده يا اما له علاقة ببولس يا اما له علاقة ببطرس. أيوة. التقليد في الغالب بيقول ان مرقس ده له علاقة ببطرس، انه كان كاتب بطرس. مهم ان احنا في حالة عدم يقين بشكل عام كالعادة في اي حاجة ليها علاقة بالكتاب المقدس وكتبت الاناجيل وكتبت اسفار الكتاب المقدس. كالعادة حط كل الكتاب المقدس مع كالعادة، كويس، مع كل أسفار الكتاب المقدس. أي سفر عشان نعرف من الكاتب في حاجتين أساسيتين، في أدلة بنسميها أدلة خارجية وفي أدلة داخلية. ولو أي واحد درس ودرس بعمق ممكن يوصل إلى الكاتب بسهولة، حتى لو الكاتب مش كاتب في المقدمة إنه هو فلان الفلاني. كويس، لكن هو بيتكلم بصفة عامة. خليني أخذ هنا
شهادة أباء الكنيسة عن إنجيل مرقس. ماذا كتب أباء الكنيسة وشهدوا عن الأناجيل وبالأخص عن إنجيل مرقس؟ هو زي ما قلت لحضرتك الإخوة المسلمين رافضين هذه الشهادات، وكان عندهم شهادات أفضل، موثقة أكثر، أو قريبة للكاتب أكثر. كويس؟ فهنا نيجي إلى شهادة بابياس. بابياس ده كان أسقف هيرابوليس من سنة 70 إلى سنة 155. كويس؟ يعني أضعف الإيمان إنه كان قريب إلى أحد الرسل. وعش كده هو بيقول اعتاد الشيخ إشارة إلى يوحنا الحبيب The Elder أن يقول لنا. يبقى يوحنا دي شهادة يوحنا وليست شهادة بابياس. كان مرقس مترجم بطرس، لأنه مرقس هنعرف فيما بعد كان يتقن اللغة اليونانية واللغة اللاتينية، لأنه اتولد في ليبيا في إحدى المقاطعات الليبية وتعلم وتثقف، وأهله كانوا أغنياء فعلموه اللغات المختلفة. كويس؟ فبطرس كان بيحتاج إلى مترجم لما يتكلم للعامة أو باللغة اليونانية. كان مرقس مترجم بطرس فكتب بدقة لا بترتيب. يعني إنجيل مرقس مفهوش الترتيب الكرونولوجيكالي أو الترتيب الزمني، كل ما تذكره من أقوال الرب وأعماله. فهو لم يسمع الرب ولم يتبعه، يعني ما كانش واحد من الرسل، ده المعناه. بل كما قلت تبع بطرس فيما بعد، يعني الكاتب لإنجيل مرقس هو تلميذ لبطرس، واللي كتبه في إنجيل مرقس هو اللي سمعه من بطرس. بطرس قدم تعليما حسب الحاجة ولم يؤلف أقوال الرب. يعني بطرس ما فربكش المعلومات، ما ألفهاش من دماغه. لما بطرس يقول إن يسوع أتى إليهم ماشيا على الماء، فده حقيقي حصل، وبطرس اختبر وشافه. فهو لم يقدم تعليما حسب الحاجة ولم يؤلف أقوال الرب تأليفا مرتبا. وهكذا لم يخطئ مرقس حين دون بعضا من هذه التعليم. يعني اللي كتبه مرقس هنا ده بعض من تعليم بطرس. كويس؟ كان لدى مرقس هدف واحد، أن لا يهمل شيئا مما سمعه ولا يقول شيئا كاذبا. دي شهادة مين؟ بابياس. طب هل نقبلها ولا نرفضها؟ كويس؟ ولا ألف أنا من عندي؟ دي مش بس شهادة بابياس بس، ده أنا هقول لحضراتكم شهادات أخرى. نيجي لشهادة أخرى، شهادة إرناوس اللي تقريبا سنة 200 ميلادية. ماذا يقول إرناوس؟ يقول أن البشير متى كتب إنجيله بين العبرانيين بلغتهم، بينما الرسولان بطرس وبولس كان يعظان في روما ويؤسسان الكنيسة. بعد رحيلهما سلمنا مرقس المترجم لبطرس ما وعظه بطرس. يعني مرقس سلمنا اللي وعظ به بطرس. شهادة أخرى، إكليموندوس الأسكندري. إكليموندوس الأسكندري ماذا قال؟ إكليموندوس اللي هو سنة 150 إلى 215 يقول: بالنسبة لبشير متى الذي وعظ أولا بالعبرية قبل أن يذهب إلى أماكن أخرى سلمنا إنجيله مكتوبا، وبعد ذلك كتب مرقس ولوقا إنجيلهما. يعني النظرية الأولى والاعتقاد الأول عند أباء الكنيسة في أغلبهم أن إنجيل متى
جاء أولا ثم مرقس ثم لوقا، وعشان كده اتحط الأناجيل بهذا الترتيب. ومرقس كتب حسب ما سمع من بطرس وتحت إشرافه، ده شهادة كليموندوس الأسكندري. ماذا عن أوريجانس؟ أما الإنجيل الثاني فهو إنجيل مرقس الذي كتب تحت إرشاد بطرس الرسول الذي اعتبر مرقس كابنه عندما قال يسلم أو تسلم عليكم التي في باب المختارة معكم ومرقس ابني. يعني مرقس كان بالنسبة لبطرس زي ابنه. وإنجيل مرقس هو تعليم بطرس. أوكي، نيجي إلى، طبعا النهاردة هناك نقاش كثير عن مصادر الأناجيل وكيف كتبت والمصدر كيو والمصدر إل والمصدر إم، وإنه مرقس هو الأول كويس. ومع أنه هذه النظرية بدأت هذه الأيام، هناك الكثير من الأبحاث اللي بتقول أنه ده بتعترض على هذه النظرية، لكن هذه النظرية هي السائدة. خلينا أقول نظرية أولوية أو بداية الأناجيل هو مرقس كويس، وأنه متى ولوقا كان عندهم إنجيل مرقس فخدوا من إنجيل مرقس، وكان في مصدر آخر اسمه كيو كويس بالكلمة اليوناني كوال بمعنى مصدر، فبيحطوا الحرف الكيو كإشارة لي، فالمصدر كيو. فمتى أخذ من مرقس وأخذ من الكيو، لكن متى عنده حاجات خاصة بتاعته غير موجودة في مرقس وغير موجودة في لوقا. فهناك مصدر آخر اسمه أم كويس، يعني مرقس متى استخدم ثلاث مصادر، المرقس والكيو والام، ولوقا عنده حاجات خاصة بتاعه فاسمها مصدر ثالث اسمه ال. كثير من هذا النقاش ويعني مش هصدع حضراتكم به، لكن اللي عايز اقوله انه هناك شهادة، هذه الشهادة هي شهادة اباء الكنيسة. كمان حاجة تانية، طبعا هناك شهادات داخلية، لكن عايز اقول حاجة، لو مش مرقس هو الكاتب كيف يمكن أن ينسب هذا الإنجيل له؟ لو مش هو الكاتب ليه ينسب هذا الإنجيل له؟ وليه نسبوا أباء الكنيسة هذا الإنجيل لمرقس؟ لو ده مش حقيقي، لو ده مش حقيقي ليه قالوا أنه هو المرقس؟ طب ما ينسبوه لبطرس أسهل لهم. ده لو قالوا الإنجيل بحسب بطرس هيكون أكثر قبولا كويس في الكنيسة من أنه المرقس، لأنه بطرس يعتبر هو كبير التلاميذ الكارز تلميذ المسيح الذي كان مقربا له إلى آخر هذه الميزات اللي موجودة في بطرس. كان من الأولى يقولوا الإنجيل بحسب بطرس، بس لأن الحقيقة اللي كتب الإنجيل هو مرقس فكان لابد أن ينسب إلى مرقس. واضحة الفكرة اللي عايز أقولها؟ يعني نسبهم الإنجيل أن ينسبوا الإنجيل لمرقس أصعب قبولا من أن ينسبوه لبطرس، بس لأن الحقيقة هي فعلا أن مرقس الكاتب فنسب الإنجيل لمرقس كحق وليس تزويرا. وده يأكد لنا قد إيه المؤمنين كانوا صادقين في كلامهم. النهاردة لو كتبت كتاب مثلا وحبيت أنك تنشره ومش عايز تقول انه اسمك علشان اسمك مش معروف، طب تحط تحت اسم حد مشهور، صح؟
لو حطيت انه الكاتب هو الفلان الفلاني الكتاب يعني اكتب كتاب مثلا اكتب رواية وما تحطش اشرف عزم لانه محدش يعرف اشرف عزم ولا هو كاتب اساسا روايات لكن قول مثلا قول مثلا هذه رواية نجيب محفوظ التي كانت ضائعة محدش يعرفها تاني يوم الكتابة هتشال من المكتبات صح؟ طيب اخد مداخلة وارجع اكمل محضر الاخ هلال الو اهلا دكتور اشرف اهلا اهلا بيك اهلا كيف حالك؟ كيفك؟ أنا كيف اخبارك؟ بخير الحمد لله انا دائما متابع لحلقاتك انت الحلقات. انت احنا مفتقدينك معانا يعني بقالك فتره مختفي لعل المانع خير لا 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 والله اتابعك دائما في المباشر يعني طيب دائما كل حلقه كل يعني اتابعك يعني اهلا وسهلا بك حبيت فقط اني اعمل مداخله يعني في حلقتك السابقة قلت أنه يعني تكلمت عن سير جون الأكاديمي yes. موسى ثم, yes. ثم تكلمت عن الحضارة الهيلينية الرومانية وأنه هل المسيحية سرقت من يعني هذه الحضارة فاستشهدت اليوم بأغسطس قيصر قلت الإنجيل ومعناه الإله والخبر صار فما تفسيرك أليس هذا تأكيد على أنه صح يعني أنه المسيحية يعني أخذت من ال طيب كويس أنا بشكرك على السؤال ده لأنه مهم كويس وهيوضح بعض الحاجات أول حاجة لو خدنا زمن كتابة إنجيل مرقس وهو بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كويس في هذا الوقت اللي هو بنتكلم احنا على الستينات ولو قلنا انه اتكتب الانجيل قبل موت واستشهاد بطرس وبولس فاحنا بنتكلم عن اسوأ فترات الاضطهاد التي مرت على الكنيسة كويس واحدة من اسباب الاضطهاد هي ان المؤمنين الاوائل رفضوا ان يكون القيصر رب رفضوا أن يعلنوا ربوبية وإلهية القيصر كويس فأنت هنا بتتكلم عن جماعة آمنت من كل قلبها من البداية وليس تطور الزمن لأن الفكرة أنه يقولك أنه لما الكنيسة راحت إلى روما وبقت كبيرة فاقتبست هذه الأفكار ونسبتها المسيح كنوع من التعظيم لا ده من البداية احنا بنتكلم على اول نشأة الكنيسة من اول نشأة الكنيسة يسوع هو رب من اول نشأة الكنيسة يسوع هو ابن الله من اول نشأة الكنيسة يسوع هو صاحب المجد والسلطان كويس فانت معاك حاجة ضد الرومان انت هنا مش يعني الفكرة ان انت بتعرض حياتك وبتعرض مستقبلك وبتعرض عيلتك كلها للخطر لانك بتنادي ان هناك واحد ولد في اليهودية وعاش في اليهودية وصلب ومات هو الرب وليس القيصر هو الرب كويس فالفكرة عكس اللي بيقولوا من يدعون أن لاهوت المسيح جاء متدرجا ولما الكنيسة وصلت إلى روما بقوتها وبعظمتها فأعظمت المسيح زي ما كان القياصرة والآلهة الوثنية معظمين ما رأيك دكتور أشرف أنه يعني كانت منافسة يعني المسيحيين الذين كانوا يؤلهون يسوع كانت منافسة مع الرومانيين هل يستطيع يهودي أن يقول لشخص أنه هو الله ظاهر في الجسد يعني كويس ده نقطة مهمة جدا وده بيقول لنا تلاميذ المسيح دول يهود كويس بطرس بولس مرقس يهودي مرقس لكن أمه كانت مريم
اللي هي واحدة من السيدات الذين كنا يعضدنا المسيح ماديا في خدمته. أول كنيسة في أورشليم كانت في بيت مريم أم مرقس، كويس؟ فأنت هنا، أنت هنا بتناطح مين؟ بتناطح مين؟ إن لم يكن، إن لم يكن اقتناعك، إن لم يكن اقتناعك هو اقتناع حقيقي، يعني أنت متخيل مجموعة صغيرة هتقف ضد روما، كويس؟ لو لا لو لا. اقتناعهم، لو اقتناعهم مزيف وهم عارفين انه مزيف، يعني انت، انت ان لم يكن الحق معك ومؤمن من كل قلبك انه ما تقوله هو الحق، انت مش ممكن تنادي بيه لو كان تمنه حياتك، لو كان تمنه رقبتك، لو كان تمنه سجنك، لو كان تمنه جلدك. كويس. ما لكن ما اريد ان اقوله، يعني كانت اليهوديه في اصطدام مع الرومان، يعني صارت الثورة اليهودية وكذا، يعني المفروض أنه اليهود لا يقولون عن شخص أنه هو الله، لأنه حتى مرقس قلت أنه كتب طيب. إنجيله في روما، يعني في روما هذه إشكالية، يعني اليهود وده أكبر دليل على أنه التلاميذ لم يخترعوا لاهوت المسيح. ليه؟ لأنهم يهود. اليهود لا يمكن أبدا أن يقبل شخص آخر غير يهوى أن يكون رب، لكن انه ينادوا بالمسيح الرب فده عكس اليهود، ده عكس ايمان اليهود. لكن ايه اللي يخليهم ينادوا بان المسيح الرب؟ مش لانهم اخترعوا ربوبية المسيح، لانهم رأوا في يسوع المسيح وفي تعليمه وفي مناداته وما قالوا عن نفسه وفي اعماله وفي صلبه وبالاخص قيامته، رأوا البراهين التي تؤكد أن هذا هو فعلا كلمة الله المتجسد، المسيا اللي تكلمت عنه الكتب المقدسة في القديم. كويس. سؤال طيب. أخير فقط لك. أنا عندي أنا بس أنا عندي المشكلة، عندي واحد تاني منتظر على الخط مداخلة أخرى، فمش عايز إنه يعني يقعد وقت طويل، لكن هاخد مداخلته وممكن في مرة تاني نكمل مع بعض. ألو. ألو. معايا؟ ألو. أنا معك. أيوة أنا معك. أهلين أهلين أخ جرجس. أهلا، إزيك؟ كيف صحتك؟ ممكن أتكلم؟ طبعا اتفضل. أوكي. لما نقول إن مرقس أخذ يعني الإنجيل بتاعه بناء عن نوس من بطرس، مش كل الكلام اللي بيقولوه الغربيين صح، ولازم لما نقول رأي الغربيين نقول رأي الشرقيين، نقول رأي البابا شنو ده، ايه في الكلام ده، نقول رأي الأنبا يؤنس رأيه فيه في كتاب المسيحية في عصر الرسل. لازم انا اقول مرقس بعد كده ما كانش صغير، ده مرقس تابع المسيح لغايه الصلب وخدوا منه هدومه، فكان متيور وكان ناضج وكان عاقل وراح. فممكن انسان في هذا السن وبعد كده مثلا بعديه بعشر سنين ممكن يكتب وممكن ما يستعينش بحد. نقول الرأي اللي هم أما يقولوا فلان، أما يقول كذا وفلان أما يقول كذا، ما يعني لا نساق وراء رأي واحد، نقول الآراء. فده اللي عاوز أقوله، يعني أنا مش مقتنع بأن مرقس خد مذكرات بطرس عملها إنجيل، لأن ما فيش حد في التلاميذ عمل قبل كده كده. هو اللي أنا قلته هو شهادات أباء الكنيسة، كويس، واللي هي بتعود الى القرون الاولى، يعني شهادة بابياس اعتقد الارثوذكس، لانه ما كانش لا كان في ارثوذكس ولا أيوة غربية ولا شرقية، لكن مثلا بابياس، اوريجانوس، ايريناوس، دول اباء كنيسة، دول معروف معروف شهادتهم. هل اوريجانوس وايريناوس قالوا كده؟ يس يس. المحدثين جيب له كلامهم. لا لا لا، مش المحدثين. لا بص، انا اجيب لحضرتك مره تانية كلام ايريناوس على الشاشه.
كويس. بيقول أن البشير متى كتب إنجيله بين العبرانيين بلغتهم، بينما الرسولان بطرس وبولس كان يعظان في روما ويؤسسان الكنيسة. بعد رحيلهما سلمنا مرقس المترجم لبطرس ما وعظه بطرس. معلش أنا لا أقبل الكلام ده، لأن أنا يعني جريت كلام ضد لي. yes. اقرأ كتاب البابا شنودة لمار مرقس، يعني مش تعصب البابا شنودة، لا أنا بننتقد البابا شنودة في أراء كثيرة. yes. إنما ما احترمنا لي يعني، إنما يعني لازم نقرأ وإحنا واعيين وإحنا دليين وكده يعني. لا ما يعني أنا 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 شخصيا شهادة أباء الكنيسة بتمثل حاجة مهمة يعني بالنسبة لنا، ما ينفعش إنها بالأخص لو كانت شهادة من أكتر من واحد. يعني عندنا بابياس، عندنا أوريجانس، عندنا إيريناوس، عندنا غيره وغيره، حتى أغسطينوس، يعني إحنا بنوصل لحتى أغسطينوس في القرن الرابع. فإحنا شهادات أباء الكنيسة كلها من أول نشأة الكنيسة وحتى القرن التسعتاشر. اديني الكلام واديني المرجع بتاعه. ممكن حضرتك اوكي. انا في كتاب المسيح من هو، ما اعرفش عند حضرتك ولا لا، هتلاقي الكتاب وهتلاقي الاقتباس والمرجع. أوكي. يعني وممكن يعني احطهم لحضرتك مره تاني. لكن هي شكرا ليك. لكن هي مرقس ظل لحد القرن 19 هو كاتب الانجيل. التحدي الغربي كويس، او ان هو الانجيل رقم 2 بعد متى كتب الاول. التحدي في الدراسات الحديثة من بدء القرن 19 بدأ انه لا، الاولوية في الكتابة هي لمرقس، وطبعا دخلت فيها نظريات ليبرالز كتيرة، لكن ده مش موضوع. شكرا ليك اخي. طيب زي ما قلنا، مين هو مرقس؟ مرقس هو يوحنا مرقس، كويس. ولد في القيروان، احد المدن الخمسة بليبيا. تعلم اللغة اليونانية واللاتينية، وهاجر مع اسرته وعاش في اورشليم، كويس. كانت والدته مريم من النساء اللواتي خدمنا السيد من اموالهن. كان بيتها مكان لاجتماع الكنيسة الاولى في اورشليم، وصار مرقس فيما بعد ضمن السبعين تلميذا. مرقس تربطه صلة قرابة، يعني غالبا البعض بيقول انه برنابا يعتبر خاله، كويس. وعمل كمترجم للرسول بطرس، كما رافق بولس في وبرنابا في رحلتهما الاولى، لكنه رجع وما كملش الرحلة معاهم، كويس. ده اللي بنعرفه مرقس كاتب الانجيل. لما نقول انه مرقس كاتب الانجيل، مش معناه ان مرقس هو اللي ألف الانجيل، يعني اللي مكتوب جوه الانجيل ليس تأليف مرقس، ولا زي اللي مكتوب جوه انجيل متى هو تأليف متى. فالانجيل هو الخبر السار، انه الكاتب بينقل من بطرس الذي رأى بعينيه وسمع بأذنه، زي ما متى كتب ما رآه وما سمعه عن يسوع المسيح، لأنه كان تلميذا للمسيح. فهذا الخبر السار اللي مركزه تاريخية حياة المسيح وموته وقيامته، ده محتوى الإنجيل، ده محتوى الإنجيل. عشان كده بنقول محتوى إنجيل مرقس هو وعظ وتعاليم الرسول بطرس، وكمان التقليد الشفوي اللي كان في ذلك الوقت عن حياة المسيح قبل ما يكون الأناجيل قد كتبت. طيب أجي إلى نقطة مهمة، ما هي الآية المفتاحية في إنجيل مرقس؟ آية لابد أن احنا نعرفها كلنا، الآية اللي بتلخص لنا إنجيل مرقس كله، كويس، هي 10:45. لأن ابن الإنسان، لو يسوع المسيح تكلم عن نفسه، أيضا لم يأتي ليخدم، مش انه يقعد والناس تخدمه، بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يبقى هنا في حاجتين مهمين جدا، الخدمة والبذل،
الخدمة والبذل، والبذل هنا هو الفداء، هو الكفارة. عشان كده إنجيل متى بيتكون من الجزئين دول. الأصحاحات الأولى تكلم عن الخدمة، خدمة الرب يسوع. عشان كده نلاقي في الأصحاحات الأولى من أصحاح 1 لأصحاح 10 بنجد أنه متى ذكر لنا أكبر كمية من المعجزات. يعني اللي كتبه مرقس، اللي كتبه مرقس عن معجزات المسيح من حيث العدد أكبر من اللي كتبه متى واللي كتبه لقا. مرقس كتب لنا في 10 أصحاحات 18 معجزة من معجزات المسيح. يعني أصحاح 1 طرد الروح الناجس، شفاء حماد بطرس، شفاء الأبرص، أصحاح 2 شفاء المفلوج المشلول، أصحاح 3 الشفاء يوم السبت رجل كانت يده يابسة، أصحاح 4 بنجد تهدئة العاصفة، أصحاح 5 بنجد إنسان به روح نجس، إقامة ابنة ييروس، شفاء نزفة الدم، أصحاح 6 إشباع 5000، معجزة المشي على المية، أصحاح 7 شفاء ابنة المرأة الكنعانية وشفاء الأصم والأعقد، أصحاح 8 إشباع 4000 وشفاء أعمى بيت حسدة وبيت صيدة سوري، وأصحاح 9 شفاء غلام به روح ناجس، وأصحاح 10 شفاء بارتيماوس الأعمى. 18 معجزة في 10 أصحاحات. يسوع كان بيخدم وللوقت وللوقت وللوقت، وده اللي بيلخص لينا الإنجيل كله، الخدمة الرب يسوع في حياته و بذل الرب يسوع نفسه فدية عن كثيرين. عش كده لما نشوف التقسيم ده، المسيح يخدم، ولو حتى قسمناها باللوكيشنز يعني الموضوع واللوكيشن. المسيح خدم وكانت كل خدمته في الجليل في الأصحاحات الأولى، كويس، و بنجد انه ده الجزء الأولين من الإنجيل. المسيح بذل نفسه، بنجد انه التركيز على اورشليم، يعني مرقس نقل التركيز من الجليل خدمه المسيح الى اورشليم للجزء الثاني من انجيل مرقس اللي بيتكلم فيه عن الاسبوع الالام وكيف مات يسوع نيابه عن كثيرين. كويس، اجي الى بعض الادعاءات الغير حقيقيه. يجي واحد يقول لك انجيل مرقس مفهوش انه المسيح هو الله المتجسد. بنجد في كل انجيل مرقس المسيح الانسان، يعني انسانية المسيح هي الصفة الطاغية في انجيل مرقس، لكن مفيش لا نجد نص ولا نجد برهان على ان المسيح هو الله. عشان كده الادعاء غير حقيقي اللي بيقول ان انجيل مرقس لا يتحدث عن لاهوت المسيح. اللي بيقول الكلام ده انا ما اعرفش لا ارى مرقس ولا درس مرقس. يعني اول لحضراتكم اول عبارتين في انجيل مرقس اللي يدرسهم يعرف انه الكلام هنا عن المسيح الذي هو الرب الله الظاهر في الجسد. يقول كده كما هو مكتوب في الأنبياء، عدد 2 من أصحاح 1، يعني بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي، أشعياء 40، الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. أوكي، هنا كلام عن مين؟ عن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو الصوت الصارخ في البرية. يوحنا المعمدان هو الذي سيعد الطريق لمين؟ للرب. يعني اللي جاي هو مين؟ هو الرب. طب مين الرب هنا؟ يهوى. لما ترجع للنص ده في أشعياء 40 يهوى ده أول القصيدة إعلان لاهوت المسيح أن اللي جاي واللي بيمهد ليه الطريق يوحنا هو شخص الرب نفسه. ماذا أيضا عن
المسيح في أصحاح 2 غافر الخطايا لكي تعلم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، للدرجة أن اليهود قالوا أنه بيجدف، مين اللي عنده سلطان أنه يغفر الخطايا غير الله؟ المسيح سحب السلطان على الطبيعة الذي يقول البحر والريح اهدأ واسكت، للدرجة أن التلاميذ قالوا من هو هذا حتى أن البحر والريح يطيعانه. المسيح الذي يقيم الموتى، المسيح الذي يعلم المستقبل ويكشف أسرار البشر والقلوب. يعني اللي يقرأ الإنجيل هيوصل إلى حقيقة مهمة جدا. الإنجيل بيقدم المسيح الخادم، لكن كمان مين هو يسوع ده الذي هو أعظم من كونه إنسان. ادعاء آخر، المسيح لم يقل أنه سيموت نيابة عن الخطاة. دايما تجد المسلم يرفض فكرة الكفارة، يعني ايه واحد يموت عن الخطاة؟ المسيح حتى لو المسلم آمن أنه اليهود قبضوا عليه أو كويس، ولو هو إلى إكستريم آمن أنه المسيح مات، بس هو مات لأن اليهود وحشين وانتهى الموضوع، لكن كفارة عن خطايا البشر وأنه لازم يكون فدية ودفع ثمن، المسلم مش بيقبلها. ليه؟ اللي يقول لك لأنه المسيح لم يقل هذا بجد. طيب خليني أقرأ لحضراتكم كام حقيقة. اللي يقرأ إنجيل مرقس يعرف أنه الصليب هو مركزية، مركزية الصليب واضحة جدا في إنجيل مرقس. شوفوا أحد اللاهوتيين مارتن كولر قال هذه العبارة، قال أنه رواية الألم، لخص إنجيل مرقس، قال أنه رواية الألم التي يسبقها مقدمة طويلة. يعني كل ما قيل في الأصحاحات العشرة الأولى ها من أمور دي مقدمة لرواية الألم، لأنه الألم مركزي في حياة الرب يسوع. عشان كده 40% من الإنجيل كان بيتكلم عن الأسبوع الأخير، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل إيه؟ من أجل كثيرين. It's a substitute. كفارة، كفارة نيابة عن كثيرين. هذا هو موضوع إنجيل مرقس. أصلي أنك تقرأ إنجيل مرقس وتعرف كلمة ربنا وتعرف تتقابل مع يسوع الذي هو كفارة عن خطايانا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح مع حضراتكم.